الفرنسية، ولكن مشكلتي ما كنعرفش نهضر بها. هذه واحد الجملة اللي كيردوها بزاف ديال الناس، كانوا صغار كانوا كبار، هذه هي مشكلتهم. الوغ الانسان هنايا هاد اللغة الأجنبية اللي هي الفرنسية هي اللغة الثانية ديالتنا من بعد اللغة العربية، ولكن الكثير منا كيفهم اللغة، ولكن باش يتواصل ولا يرد على شي واحد باللغة الفرنسية هنايا كيتبلوكا وكيكون المشكل. بغيتو نتناقشوا في الموضوع على القناة ديالكم لو سوتيان سكوليغ افيك نور، ونلقاو حلول وتطرح المشكل وتخرجوا منه. الوغ تفاعلوا مع الاعلان، خليو واحد جيم، خليو تعليقاتكم باش نديرو فيديو على الموضوع.